طيب تخيل تخيل في يوم من الايام انك لا قدر الله حبست في مكان وفي معك فار، فلازم انك تتغلب على مواقفك يعني وعلى خوفك. والله حصل لي موقف، انا يوم من الايام هنا قريب خريت مسجد. طبعا اخري المسجد بدري انا الساعه 3:30 الصي السري، وانا بعدين رحت عند الحمامات الله يكرمكم، وقلت عند الحمامات احس الفار. انا تحنبت والعاد دقيت حركه تمتك اقول هكذا اصيح والله ما عرفت تتحرك حالي. ما قدرت عارف هذا الاحساس وعبر بيمي وريعت بس وشرد من عندي خلاص الحمد لله رحت قضي بذن. طب لو قلنا لك في واحد صغير لا جبين واحد صغير الا الفار الا الفار ابدا الا الفار ما فيش حاجه ثانيه تخوفك بحياتك. مره في بيت عمنا في المكلا جيت الظهر قالوا يا ابو هلال تعال ايش في؟ قالوا عري كبير دخل المخزن. قلت لهم يلا بعدو عدو انا ما عاد عليكم العر قلت له على طول ما أيوة. دخلت العري انقلب زي لما شافنا وسكروا الباب ادق على الفتحه خلاص ما لك قلت لهم العري ما عاد عري انقلب ذا انقلب بس فكوا منه فكوا علي والله نعم هذه مرة وقعت لي في المكلة مواقف صح فعلا الإنسان ما والله بس الفار لا ذكرون